من فرح اعتقد ان الغلط من هم الناس الباجي. الخسرانين اوريدي يعني. زين فرح قالت لك ان عدى عليها علاقات حب او ان علاقه حب ما اكتملت قبلك؟ فرح كانت نيرد ما اعتقد. لا والله انا كنت اقعد يعني احلى شيء بحياتي كنت اسويه ان انا اقعد بالبيت تشوف هانا مونتانا. اشوف هانا مونتانا. انا والله عمري 19 20 اشوف هانا مونتانا اشوف باباي. تعرفين هانا مونتانا؟ ايه عرفت اللي مالت ياهال. ايه مال ياهال. ايه بس هي كانت معجبه فيها. اقعد بالبيت وكانت ترى على طول اقعد بالبيت ما اطلع خاصه اذا عندي امتحان ولا شيء. نسبتي انا بثانويه متخرجه 95 فكانت يعني انا كل اهتماماتي بس بنفسي وتلفزيون وحتى رفيجاتي ينعدون على صابع. بس ترى فرح ما كانت متوقعه. عندك احسن منه انت الانجليش عندك احسن منه. شنو ما اسمعك؟ الانجليش عندك احسن منه. انا لان دارسه اول 5 سنين مدرسه بمدرسه هنديه وامي هم مترجمه ساعدتني. اي نو انجلش واي نو حبيبي ماي هازبند. انت مو خذيت مستر فرايدي ماي هازبند في مره قلت بسناب مع ماي هازبند ويقول ماي غلط ماي وايف خلاص علق على ماي هازبند فعلقت على ماي هازبند. اي سبيك انجلش جود. زين انت قلت